الحمد لله تموا على دواكم هذا مفيد لكم، كل شيء اللي بتشربوا الدويات اللي جابت لنا وقلت لكم عنها كلها مفيده لكم، وتحملوا من اعماركم هذا من يجوا للشريش عن الحساسيه عن كل شيء، من يجوا لين اليعده زينه عن البطن، من يجوا للسراو زينه عن الكسر، من يجوا من كل شيء، وتحملوا اعماركم هذا بعد الطب احسن عن هذا. ها دواء الاولي كلها موجوده، السدر بسبحوا منه طهروا منه كل شيء، بسووه شامبو يستوي، الحنه بتحنوا منه بسووه عطر بسووه لين بتزينه بتزينوا فيه كل شيء مره كل شيء، نبته الارض كل شيء تصلح له كل شيء. وهذا عندك هذا ذاك اسمه اللبان للبطين لين العطر لين الدخون لين كل شيء، اللبان بعد شرت اللبان. وانصحكم مره لا تخوذوا هاي دواء الشعبي لازم يعوركم شيء تشربوا منه.